العالم ليش تبيع تشيس ب 40,000؟ هو شنو سببه؟ هذا اللي يبيع ب 40؟ والله مو علاقة هو هذا هو تشيس سبب. أصحاب الدخل المحدود والعمال اللي تعملون بالأجر اليومي تقريبا، في حال استمرار سعر صرف الدولار بالسعر الحالي، شنو تعليقكم على هذا الموضوع؟ والله طبعا هو أولا يأثر على أصحاب الدخل المحدود وأثر علينا احنا بصعود الدولار، أثر علينا يعني مش ما كان كلش أثر علينا. يعني احنا بالسابق كنا نعمل مثل أي شغلة نشتريها، مثلا العدة مثلا نشتريها كنا بالسابق مثلا بسعر بسيط، هسه صعد علينا الموضوع. الله وكيلك، هذا سعر الدولار اللي يعطونا اياه سووه وزودوه، انتقموا من عند الشعب، جوعوا الشعب بي، جوعوا الشعب. زين الشعب هذا المواطن يركض النهار كله والليل كله ما محصل له كيس طحين ب 40,000، ليش شنو ذنبنا احنا؟ من كمواطن تتوقع من المستفيد من هذا الارتفاع؟ مستفيد انا اقول لك، هم السياسيين مستفيدين من عده، لان هم كلهم تجار، كلهم تجار، من احلاهم الى واعطيهم، كلهم تجار ومتعمرين على الشعب. طيب نفس التاثير مال هاي السنه راح يصير علينا بعد سنه تجي نفس السنه. يعني هسه شوف المواد الغذائيه بتشيس الطحين، شوف جيت صعد، هو سبب ارتفاع الدولار. ليش اليوم الطحين عندنا؟ الطحين التشيس اليوم يبيعوه ب 38 39,000. يعني ذكر العام قبل لا يرتفع سعر الدولار بيش كان؟ تشيس الطحين كان ب 13,000، يعني تقريبا 3 أضعاف ارتفاع. ارتفاع اللي بغت عده اسعار الغذائيه دين زيت، الكرتونه كانت ب 23,000، هسه الكرتونه ب 45,000، يعني بيت النص. تشيس التمن زيت زاد نص عدل، تشيس الشكر زاد نص عدل، يعني اكيد بيه تاثير. يأثر بصورة عامة مو بس عليه، يأثر على الفقير بصورة عامة وعلى المستهلك بصورة أكثر. يعني المستهلك أثر عليه صعوده ويأثر عليه هم نزوله نفس اللحظة، هم راح يأثر. نطلب من الدولة تخلي الدولار مستقر بالعراق كباقي الدول، حتى نعرف احنا مثلا يصير سعر ثابت وينعلم السعر مال السلعة للمواطن. هسه محير، يعني اليوم السعر مثلا الدهن، هسه عندك هاي الدهن والشكر جاي صعد بكيفه، ماك واحد يرد على بكيفه، انت حاكي قال لك عالميا صاعده، كل سبت يصعد علينا.